دكتور مصطفى، أستاذ دكتور مصطفى غريب. السلام ايوه، عليكم. اهلا اهلا، السلام عليكم. ازيك يا دكتور اسلام الغني؟ معاك يا اهلا دكتور. دكتور اسلام، ازي حضرتك؟ وحشنا وكتير. الله يعزك حبيبي، ربنا يبارك فيك، ان شاء الله دايما بخير. اهلا، واخبار اخبار سعادتك واخبار البحرين ايه؟ تمام يا دكتور، الحمد لله. تحياتنا بعدها مش بالتفصيل. تسلم، مبسوط اني شفتك والله يا دكتور، الحمد لله على سلامتك. الله يخليك، فرصة سعيدة قوي يا دكتور اسلام. الله يبارك فيك، اتفضل يا معلم. انا قلت فرصه اسلم عليك بس. الله يخليك يا فندم، ده شرف لينا حضرتك. تسلم يا فندم، الله يبارك في حضرتك. السلام عليكم. بس هنراجع الباحثين اللي موجودين في الغرفة دي لغاية ما نبدأ، يعني نتأكد اللي هم موجودين. دكتور داليا حسين ودكتور اسلام الغنيمي. دكتور اسلام، حضرتك اللي هتعرض البرزنتيشن؟ انا فندم. لا، المهندسه اسحار هي اللي هتعرض. المهندسه اسحار موجوده؟ موجوده يا فندم، موجوده. جربي الصوت كده عند حضرتك وجربي الشير سكرين، نعمل تيست كده عشان ما يحصلش اي اخطاء. تمام تمام باشمهندس اسحار، والصوت نعليه شويه. تمام تمام. ممكن نلف الشير عشان الدكتور احمد عمر هنعرض البرزنتيشن بتاع حضرتك، ولا حد هيقدمه؟ دكتور احمد، دكتور احمد عمر والمهندس محمد. جار الله. الدكتور المهندس محمد، انت اللي هتعرض ولا هنعرض الفيديو؟ لا، نعرض الفيديو يا دكتور. الصوت بعيد يا باشمهندس محمد، علي الصوت كده عشان لما نعرض الفيديو. الله يعافيك. تمام، عشان لما نناقش يبقى الصوت مظبوط معاك. لا، نعرض. تمام، الدكتوره شيماء عبد المجيد والباحثه معاها المهندسه هبه القرني او القرني. دكتوره شيماء، دكتوره شيماء عبد المجيد موجوده هنا؟ طيب نحاول نتواصل مع الدكتوره شيماء اللي هو مع المهندسه يسر، والمهندسه يسر موجوده. تمام تمام. المهندسه ايه الجندي موجوده؟ المهندسه ايه الجندي والمهندس احمد عماره. شايف المهندس احمد عماره موجود؟ انت اللي هتلقي يا باشمهندس احمد؟ موجود يا دكتور. ايوه. طب نجرب الشير سكرين اللي هيعرض منكم، لو انتوا الاثنين هتعرضوا جربوا الشير سكرين من فضلكم. كده ظاهر صح؟ تمام يا باشمهندس احمد، تمام. دقيقة وهنبدأ إن شاء الله، بس في انتظار أستاذنا الدكتور جمال الخولي رئيس الجلسة. السلام عليكم.
خلاص اعمل ليف تشير يا باشمهندس احمد من فضلك. ابدا دكتور. دكتور احمد اعمل اسكيب للشير يا باشمهندس احمد من فضلك. باشمهندسة إلهام موجودة؟ باشمهندسة إلهام فتوح موجودة يا جماعة؟ three different room. Yes, دكتور رنا همام. We have a three different room. وحضرتك receive the three links. If you have any issues, we can send it to you. Okay. دكتور رنا همام حضرتك سمعني؟ أيوة مساء الخير. مساء النور يا دكتور. في 3 parallel session. مفروض وفي لا ما هيش 3 parallel sessions يعني بالنفس اللينك ولينكس مختلفة. لا 3 links. طب أنا جاي لي لينك واحد بالروم دي ومفروض أن أنا أكون في روم 3. روم 3. فخلي حد يبعت لحضرتك اللينك حالا أو ثانية واحدة ممكن أكبيره. بعد إذنك أنا عندي نفس المشكلة حضرتك أنا فود روم 2 وبعت لي لينك واحدة بس أنا دكتور آية حزين. طيب ثانية واحدة باشمهندسة مين؟ دكتور آية حزين هو مسجل أرش آية حزين بس هو أنا دكتور. طب خليكي معايا ممكن باشمهندس نبعت لهم هنا اللينكات. ثانية واحدة هنحط لكم اللينكات. حطيت اللينكات على الشاتنج يا دكتور أحمد. اهو روم 2 ادي اللينك دكتور احمد عمر ربنا يجزيه خير نزل لكم اللينك بتاع روم 2 وروم 3 اهو ربنا يجزيه خير يا دكتور احمد. شكرا. ميرسي. شكرا. جزاكم الله خير يا دكتور احمد والله تعبينك قبل المؤتمر وبعد المؤتمر. يا دكتور ما شاء الله عليك يعني ربنا يبارك في عمرك يعني قدره تنظيميه ربنا يعزك ويبارك بارك الله فيك يا دكتور ربنا يبارك في عمرك يا رب. بس عندي بحث ثاني في يوم 3 بعد يعني رابع بحث عاوزين نخلص بسرعه ده. تمام. طيب هو أستاذنا الدكتور جمال الخولي هيتأخر قليلا لأنه في اجتماع. تمام. فاحنا هنبدأ دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. مهندسة أسهار استعدي عشان هنبدأ الشير سكرين بتاع حضرتك. تمام أنا جاهزة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء اللجنة العلمية أتشرف بإدارة الجلسة العلمية الثالثة في اليوم الثاني للمؤتمر ومعانا عدد محترم من الأبحاث. تمام.
هستأذن حضراتكم هنعرض الأبحاث، وكل بحث هنديله 10 دقائق برزنتيشن وخمس دقائق مناقشة. أرجو الالتزام بالوقت، أرجو الالتزام بالوقت. سمعيني كويس؟ تمام. تمام سمعيني. ألو ألو صوت حضرتك تمام يا دكتور؟ صوت تمام يا دكتور، اتفضل يا فندم. تمام. نرجو الالتزام بالوقت، كل بيبر 10 دقائق وخمس دقائق للمناقشه. هنناقش البحث بحث بحث على طول عشان يبقى المعلومات فريش كده والناس عندها الاسئله بتاعتها. لو في حد من الحضور عايز يواجه السؤال يرفع الريز هاند، هندي الكلمه. لو ما فيش وقت يبقى هنخليه للمناقشه في الاخر. تمام. اول بحث معانا المهندسه اسهار حباب والاستاذ المساعد دالي، الاستاذ مشارك داليا حسين، والاستاذ الدكتور اسلام حمدي الغنيمي. اتفضلي يا باشمهندسه اسهار، وبالتوفيق ان شاء الله. اتفضلي. تمام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدا. اتفضلي يا باشمهندسه. اتفضلي. تمام. Hello, my name is Ashar Abdelghani and I'm an architect that recently graduated from the University of Bahrain. And in addition to my concern for refugee studies, today I'll be presenting my paper, A Framework for a Sustainable Shelter for Refugees Children, the case of Northern Syria. Often, over the time, the only thing that never stops and continues to recur is a crisis of all kinds and different forms between either external forces, temporary internal conflicts, or a natural event. And in our small earth, and due to the development of communication, it's noticed that the daily news about hazards and crises. Consequently, the number of refugees is increasing significantly in the world. Prevalence are sometimes displayed internally and the other times externally. And unfortunately, the weakest victims in these crises are children, because they cannot defend themselves, and many, many of them lose their families, and all they remember about their lives is the destruction. They become in corrupt physiological states, and they need a complete self-care again. And according to the UN, statistics in 2015, about 51% of the refugees' residents were children. Moreover, when this occurs, there is a frequently a late or a not efficient response to it, meaning that these people will often be standing in the open areas or dangerous areas without receiving the proper aid. This can be attributed to the unexpectedly large number of people and how fast they flow or move. So the research tries to tackle this issue by providing them with a faculty that would soften the fall and be a flow organized efficiently. The research will study the data revolving around the children's displacement of civilians in Syria, producing design idea that will follow as a repeatable model to accommodate homeless children. And this proposal aims to protect and rehabilitate these children who were absent from their families for several reasons. So the research shows that the role of the architects in these emergencies is no less than critical than that any doctor who helps heal the wounded people affected by these disasters, or the soldiers who help in fending off the catastrophe. According to UNICEF, the accommodation of nearly 19 million Syrian children was replaced in their country by conflict and violence in 2019. And as UNICEF Executive Director Henrietta explained, a million of displaced children worldwide
was already living without care or protection when a new crisis emerged, such as the COVID-19 pandemic. They awakened these children twice as much. Therefore, governments and their humanitarian partners have not combined their efforts to provide these children with security, health, education, and protection. While closing all the borders with the neighboring countries of Syria, thousands remain on the borders from all the sides for Syrian sides, stuck and fleeing the world. They need a small gathering in the isolated areas between the two countries, especially in the northern part of Syria, as a large part of the northern of the region became a safe area. Since the idea of cooperating with one of the volunteer teams, which this team involves helping people affected by disaster around the world, as the team was searching for a proposed affordable design for a residential and social complex for the homeless children to start building it. The land was bought to be a refugee camp on the Turkish-Syrian borders, north of the city of Ahdaz. The land value was about 200,000. They registered under the name of the team, Wilhelm Volunteering Team, Wilhelm Village, Charitable Endowment Wealth. The main issue was the need to propose a design idea for a quick sitting temporary shelter for children. These shelters will be tried and take a place in that region where the child's basic needs for education and health. And in some examples, will be sleeping area for orphan children while exploiting the spaces within the design. So the research aims to propose a conceptual solution for refugee camp for children who have been displaced and lost their homes by force. And the research goal is to achieve a dignified life, because it is one of the rights missed for these children. Therefore, the research aims to investigate a sense of dignity through the responses of displaced children by proposing the idea of designing a camp, considering the missing dimension of humanity in existing refugees compound. In addition to the proposed idea, should provide a collective social accommodation for the possible number of displaced children immediately and rapidly. According to the United Nations, by 2018, 5.6 million Syrians have taken refuge outside the country, most of them in neighboring countries, then the border countries with Syria, including Turkey, Jordan, and Lebanon, started preventing Syrians from seeking asylum. Despite the dangers of violence, so that caused around 820,000 people were displaced inside Syria, and all of them were stuck in the affected country. Therefore, immediate intervention is required by adopting rapid and sustainable solution as needed. Mainly since the war still exists in Syria, this idea supports a rapid and temporary construction at the same time, which is what children currently need. Here we have the sustainable and reliance concept in the refugee camps under the organizing of the United Nations. Governments approved the 2030 plan for sustainable development using the three pillars of sustainability, which are the social, economic, and the environmental aspect. Consequently, reusing the shipping containers in refugee camps are designed safe borders for the borders and the interior of the refugee home. On the other hand, they allow refugee camps to conceptualize the inner space and building massing at the same time. Containers must have flexible materials and elements that are easy to construct, transport, and reinstall, such as wooden panels or steel caravans. After
its use is completed, it can be preserved and reused in many areas and will be play a meaningful function in solving these problems. Due to uncontrolled and increasing number of people seeking asylum, it become a necessity for urban planners and architects to help contribute in creating solutions for the growing situation. On the other hand, the most obvious solution or repetitive one is the creation of camps. And mostly refugees are the creators of this psychology where they settle in an occupied site where tents are the architectural style that follows the camp without enough safety and without enough health care. Then why refugees are using camps? The answer is it is the only place where they feel a sense of protection, a more suitable or temporary situation, easier to estimate population numbers. The point of recycling the shipping containers in refugee camps seems to be a practical as fast and safe idea implement refugee camps. The recycling of the shipping containers to prepare and manufacture the components in the refugee camp is different from the conventional building in many details. The figure here shows the basic dimensions of the containers that will recycle and use in the refugee camp. It could be organized around the greenery zone in the refugee camp areas and used as an administrative healthcare clinic, accommodation, religious centers, education facilities, and communication services. The common dimensions of the shipping containers are variable between exterior 8 meters by 2.4 meters and 2.6 height. The interior is 5.8 meters by 2.3 with 2.3 height. And the distance of the acreous between two shelters is 2 meters. The research was directed to solve the most prominent effects of the crisis: the displacement of children, the destruction or damage, and the urban facilities. It discussed the response to the problem of harboring children affected by the disasters is one of the fundamental architectural challenges in the world today. The research proposed using the shipping containers due to its architecture that has gained enormous popularity over the past few years for its simplicity, affordability, and flexibility. The shipping containers by land have become a way for architects to design and use. It is a lightweight structure made of long-term materials and bears the reuse of refugees' accommodations. So the research discussed the definite advantages of the shipping containers in terms of time, effort, tools, materials, conservation, and sustainability, and also the possibility of the reuse. So to summarize the advantages of the shipping containers in refugee camps, which they are the green architecture, energy efficient, the thermal insulation makes the metal body is so unified with the insulation material with the same time it is an expensive design. And also strong and natural proof since it's made of steel. Moreover, it's fireproof, nature proof, and at the same time, saving time also. In addition of
multifunctional. باشمهندسة لو سمحت الوقت اتفضل باشمهندسة أزهار باشمهندسة أزهار باشمهندسة باشمهندسة يا باشمهندسة أزهار تمام راح أخلص هيك دقيقة واحدة وأخلص الفيديو يعني متسجل 15 دقيقة طيب ماشي And that solves the problem of the small spaces. So to conclude this, I think architecture in its own way could contribute in solving and finding solutions for those who lost one to create an extreme temporary solutions like tents and camps won't be the answer, of course. But obstacles like financial considerations, social, culture, and increasing of the population for the refugees that make it difficult to create or to consider the payment solution, which leaves us in an answer that leads us somewhere. The challenge for architects becomes difficult while discussing returning a human full life to the refugee children. In trying to make the work more productive, comprehensive understanding of all needs to know the sites to visit for the existing shelter places, a complied visit and a unique examination for the children's current situation where to understand the cases fully. So I think the next step to enhance their conditions will be possible. Thank you. شكرا يا باشمهندسة أصهار. نشكرك على البرزنتيشن والموضوع وموضوع جيد تمام وإنساني وأنا كان ليا الحظ إن أنا قريت البحث بتاعك وإحنا بنعد بس كنت أتمنى ان انا اسالك الامبلمنتيشن فور يور فريم ورك يعني انت بتقترحي الشيلترز دي للاجئين الامبلمنتيشن كوست اند ايكونوميك دايمنشن بالنسبه عشان يبقى مور سستينبل اور سمثينج لايك ذات هل درستي الجزء الاقتصادي الخاص بالموضوع والفرق ما بينه وما بين بناء مساكن عاديه حتى هلا بالنسبة للكوست أو الفاينانشال وايز هو كان ريسيرش مبدئي تنفرجي وبروبوزل أصلا يعني تعاوننا مع فريق تطوعي كانوا بدهم يسووا على أرض الواقع في مدينة أعزاز فتعاوننا معهم هو كان كبروبوزل فقط إنه قدمنا واقتراح إنه ممكن يتخذوه بالمستقبل في البناء بس financial wise يعني ما حسبنا الكوست أكيد لكل الشلتر اللي رح يكون موجود بس كان مبدئي as I said أنا أعد something بعد إذنك دكتور لو سمعت هو طبعا المهندسة أصحار التجربة الشخصية اللي هي كانت كانت بيها طبعا يعني مشكورة على المجهود اللي هي بذلته فيها الدكتور هو الامرجنسي كيسز اللي موجودة ساعات بتبقى عملية الكوست هو كلنا متفقين على عمليه الريسايكلينج كلنا متفقين على ان الكونتينرز بتبقى بعد ما هي ما تصلحش عمليه الشحن خلاص بتبقى اكسباير عمليه الامرجنسي في الحركه وان هي تكون بسرعه نتيجه للاجواء الصعبه اللي بيعانوا منها اخواننا في المناطق اللي هي المنكوبه دي الله يعينهم طبعا ويحفظهم دي كانت بالنسبه لنا النقطه ان هي تكون تدخل السريع خلينا نقول فالايكونومي فاليو زي ما الباشمهندسة تفضلت وقالت احنا يعني اغفلنا عنها مؤقتا مش طبعا مش اجنور لان لو هي اوفر كوست بس لان لما عملنا الحسابات المبدئيه كانت اكسبتبل كام بالظبط كانت بتختلف على عمليه الترانسبورتيشن عمليه المعالجات حاله الكونتينرز فالكلام ده بتعرف حاجه بيبقى فليكسبل شويه يعني في كونتينرز بتكون ويل ريدي ان هي تعمل لها المينتنس على طول في كونتينرز ما تقدرش توصلها بسهوله فالترانسبورتيشن مينز دي برضو بتبقى مهمه يعني واشكرك يا دكتور استاذك لحق احنا استاذك لحقك هي في السستينابيلتي لما نتكلم سستينابيلتي هي ديفرنت دايمنشنز
مش دايما الكوست نمبر 1 يعني الوقت في بعض الحلول هو نمبر 1 تمام. فاحنا لما بنيجي نتكلم على حاله زي حالات اللاجئين ربنا يفك كربهم جميعا يا رب, الكوست بالنسبه لك التايم, التايم هو نمبر 1 بالنسبه لك, وبعدين تيجي بعد كده يعني الكوست الفعلي اللي هو الفلوس. الفلوس تيجي في حاله اللاجئين اخر دايمنشن, ولكن الحاله الاغاثه هي الاول, ثم حالتهم النفسيه ثم 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 ثم. فهي دايما, وعشان في طلبه باحثين كتير موجودين هنا, ما ناخدش عمليه الاستدامه او عمليه البناء ان هي وان واي, لا دي تشين, والتشين طبقا للكيس يعني طبقا للحالة اللي احنا عندنا. احنا مصر مرنا بالزلزال, كان بناء المساكن اهم من هتكلف كام والارض بكام تمام. ففي حالة حضرتك اولا البحث سريع جدا, واتمنى ان انتوا تكملوه, واتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يفك كرب اهل سوريا كلهم. ونشكرك يا باشمهندسة, وننتقل للبحث الثاني. شكرا جزيلا. شكرا. انا بس حابه اضيف شيء. I want to thank my professor Dr. Islam who did not spare an effort of teaching and guiding and supporting me throughout. يعني thank you so much. For sure. خليكي متبقيه معانا لان ممكن نفتح حلقه النقاش في بعد ما نخلص الجلسه. الثاني لدينا associate professor احمد عمر, المهندس architect master student مصطفى محمد جار الله, صح كده مصطفى؟ تمام تمام. هم هيعرضوا بحث باسم التقنيات الرقمية لإحكام الجداول الزمنية لمشاريع التشييد, تحليل مبنى على المراجعات الأدبية للتاجهات والتحديات. عرضوا الباوربوينت المسجل ليهم ثم نبدا نوجه لهم الاسئله. في بحث عن وداد الصوت طبقا للجدول الزمني. في حد بيكلمين؟ اتفضل دكتور. في بحث قبل البحث ده. بدائل لتحسين الاداء. المهندسه يسر. تمام تمام. نعم السلام عليكم. معكم مهندسه يسر. المهندسه يسر عذرا. ايوه. المهندسه يسر رشوان. والدكتور احمد عمر مصطفى عذرا معلش الخطا. ايوه حصل له سكيب شكله. ايوه لا خطاي انا عذرا يا باشمهندسة. لا ابدا ما في اي مشكله. مهندسة يسر هتقدم الاول بحث, انت هتقدمي ولا انا اعمل لك العرض يا باشمهندسة يسر؟ يعرض الفيديو ان شاء الله. بدائل لتحسين الاداء الحراري لنوافذ واجهات المباني السكنيه باستخدام تطبيقات المحاكاه, حاله دراسيه لأحد المباني بمدينة الرياض. صحيح نعم. نحن أيوة. هنناقشك مناقشة حامية يا باشمهندس. تسلم. الله يعين إن شاء الله. ثانية واحدة هعرض لكم من عندي هنا. الشاشة ظهرت عند حضراتكم؟ نعم يا دكتور. شاشة الجهاز عندي ظهرت عند حضرتك؟ ظهرت يا دكتور. ظهرت. تمام. الفيديو مش موجود يا دكتور. تمام. ده مش الفيديو ده الباوربوينت. هو الباوربوينت الفيديو كده اشتغل الفيديو من عندي؟ يا ريت يا دكتور احمد. حضرتك عايز تشغل الفيديو شغله من عندك, انا هسمح حضرتك بالشير. حضرتك عايز تشغل الفيديو عشان كنترول تايم. هو الصوت عند حضرتك بعيد دكتور احمد, انا مش سامع حضرتك كويس. دكتور احمد. ايوه. الصوت بعيد شويه. ايوه يا دكتور. ايوه يا دكتور. الفيديو من عندي يا باشمهندسه. طيب تمام ان شاء الله باذن الله. طب اعملي شير للسكرين عندك يا باشمهندسه وشيري من عندك الفيديو. بقول لك ما هو تقدر تشتغل وقت ما عايز, هو ظبطنا الوقت على 11 دقيقه.
تمام يا دكتور احمد، انا فاهم وجهه نظر حضرتك. واضح؟ واضح. توكل على الله. توكل على الله. واضح. توكل على الله. تمام بإذن الله. باشمهندسة يسر، الصوت مش ظاهر من عندك. الصوت؟ تمام. أوكي تمام. الصوت كده، وجربي أول حاجة وخليكي معانا كده فتح المايك عندك. أنت لازم تفتح المايك عشان يسجل الصوت عندك. طيب. لا تاني. لو عايزة تعمل البحث بسرعة باشمهندسة يسر تفضلي. بس تختصر الوقت. والله أفضل يا دكتور يكون من الفيديو عشان يعني. تفضلي تفضلي. إن شاء الله. اتفضل يا باشمهندس اعملي شيء. ايوه واضح واضح دوسي بلاي. صوت واضح؟ ما انت دوسي بلاي الاول عشان نسمع صوتها في الفيديو واضح ولا لا. هو كده مش ظاهر عندنا صوت. انت حاطه السماعه في ودنك طيب ولا حاجه؟ لا لا هو بدا الصوت يوضح بس ضعيف. طيب هخليه على اعلى شيء في ال في مع شير سكرين. شير ساوند يا باشمهندس ممكن ممكن تقفلي وتفتحي وتعملي شير سكرين عن ساوند. تمام اسال الدكتور سارة الفيديو حد بتاعك موجود لو كده نجيبها ما تعرفهاش وانا غلط. عند حضرتك الطاولة دكتور احمد يمكن تكون تفضل. طيب انا لو ارسلت لك يا باشمهندس ممكن. طب اقول لك باشمهندس يوسف عرض الملف عرض الملف. طب هقول لك حاجه، احنا بس نحل المشكله التقنيه. ممكن تبعتي بالايميل واحنا نشوف دلوقتي ونرجع للبحث بتاعك بعد زملائك عشان نحل المشكله بالراحه. مفيش مشكله، احنا كلنا قاعدين في جلسه واحده وهنخلص مع بعض بعد اذن حضراتكم. عشان ويا اما نعلن بالفيديو هشوف الفريق بتاعنا ينزل الفيديو يا اما حضرتك تظبطي المشكله التقنيه. تمام؟ طيب ان شاء الله. باشمهندس محمد برضه هنعلن بالفيديو ولا هتعلن بالباوربوينت؟ لا راح نعرض الفيديو الله يعافيك. طيب خلاص هنسكيب المهندس محمد والمهندسه يوسف ونخليهم لاخر الجلسه ونكمل ونحل المشكله دي. الفريق هيتواصل معاكم دلوقتي في الايميل. طيب انا استاذنك دكتور احمد عندي جلسه. صوت حضرتك يا دكتور احمد بعيد. عندي جلسه في سيشن دخول ثلاثه وارجع تاني. ماشي يا دكتور احمد ماشي. تمام. باشمهندسه الهام موجوده؟ المهندسه الهام في التو. المهندسه الهام، دكتورة ولاء نور، دكتورة وقمر الدولة، بروفيسور مروة قمر الدولة، المهندسة إلهام فتوح. طيب بروفيسور أسيستنت بروفيسور شيماء عبد المجيد. هو إيه ليلة الهروب الكبير ولا إيه يا جماعة؟ ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتوره شيماء. ايوه. طيب حضرتك جاهزه للعرض؟ ان شاء الله. افتحه من عندي؟ يا فندم شير سكرين من عندي. تمام. مع حضرتك 10 دقائق يا دكتور شيماء. طب ممكن تفتحوا من عندكم ولا لازم من عندي؟ مش عارف.
الباوربوينت بتاع حضرتك؟ لا. طب معلش افتحه من فين؟ من عند الابلكيشن ولا حضرتك الابلكيشن تحت من تحت كده هتلاقي شير سكرين. شير سكرين تمام. دوسي تمام. عليه شير سكرين هيظهر لك اختيارات. اول اختيار على الشمال. تمام واضح كده بيظهر دلوقتي يا دكتور. تمام كده واضح يا دكتور شيماء. الدكتور شيماء معانا والمهندسه هبه محمد موسى القرني. تمام. مين المتحدث؟ مهندسه شيماء. دكتور شيماء. انا دكتوره شيماء. تمام. اتفضلي يا دكتور شيماء. اتفضلي يا دكتور شيماء مع حضرتك 10 دقائق ابتداء دلوقتي. اتفضلي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحثي عن التقنيات الخامات ودورها في التصميم الداخلي للمباني الثقافيه. تمام. المقدمه إن اختيار الخامات المستخدمة في تنفيذ التصميمات المختلفة تلعب دورا أساسيا في حل المشكلة التصميمية، ويقع عليها عبء نجاح التصميم أو فشله، سواء بالنسبة للصياغات الشكلية أو المتطلبات الوظيفية. ولقد حدثت ثورة كبيرة في مجال خامات التصميم الداخلي، فلم تعد قاصرة على الخامات التقليدية كالأخشاب والزجاج والسيراميك وغيرها، وإنما تطورت بفعل العلوم الحديثة، فنجد خامات ذكية وأخرى نانونية دون الاستغناء عن الخامات الطبيعية والتقليدية. ولتنفيذ أي تصميم لابد من معرفة المعايير التصميمية المختلفة لكل خامة على حدة عن طريق دراسة خصائصها وقوة أو ضعف إمكانياتها وحدودها التشغيلية. فبالتالي البحث كله هنتكلم عن المعايير في الخامات الحديثة المستخدمة لأحدث المباني اللي تم دراستها في البحث. المشكلة البحثية عدم الاستفادة من الخامات المتطورة بشكل كافي. نقطة 2 عدم توظيف الخامات بشكل صحيح في المكان والبيئة الصحيحة. أهداف البحث دراسة أنواع وخصائص الخامات الذكية، التعرف على التطبيقات الفعلية اللي بتكون متوظفة داخل الفراغات لدراسة الحالة المستخدمة في البحث، الاستفادة من خصائص الخامات، توظيف الخامات بشكل صحيح في الفراغات المختلفة. فرضية البحث إن أنا هنا هدرس أنواع وخصائص الخامات الذكية للتوسع في آفاق المصمم الداخلي وتمكنه من توظيف هذه الخامات في ابتكارات جديدة. نقطة 2 استخدام خامات صحيحة يكفل لها عمر أطول وجودة أفضل للفراغات الداخلية. أهمية البحث حل المشكلات التصميمية. نقطة 2 الرقي بالتصميمات والانتقال بها من مستوى لأفضل تطور. نقطة 3 استخدام المعايير والاعتبارات التصميمية في اختيار خامة وتوظيفها بشكل صحيح. طبعا في الأول دي مفاهيم أساسية علشان توضح نقاط أساسية للبحث، من حيث يعني إيه معايير تصميمية، يعني إيه خامات، يعني إيه تقنية، يعني إيه خط الطاقة، يعني إيه خامات ذكية، أسس تصميم أو أسس اختيار الخامات في التصميم الداخلي. في أهم الأسس واللي أنا فعلا رأيتها في البحث وبدأت فعلا أدرس لكل خامة من الخامات المستخدمة في نماذج التحليلية للبحث، من حيث عنصر المكانة والتحمل للمتغيرات، معامل الاستدامة، ملائمة اقتصاديا لتكاليف المشروع، اختيار الخامة تبعا للطبيعة المحيطة، مراعاة عوامل الرطوبة والبرودة والحرارة. أنواع الخامات طبعا خامات نانونية وخامات تفاعلية وخامات صناعية وخامات طبيعية. كل خامة تم التعرف عليها بحيث لما يتم ذكرها في البحث يكون عندي خلفية عامة عنها. أنواع المعايير واللي أنا فعلا استخدمتها في البحث، أول معيار معيار وظيفية أو نفعية، ودي فعلا اللي أنا ببدأ أطبق عليها لكل خامة في النماذج المختارة، من حيث الأنشطة، طبيعة النشاط لكل فراغ في فراغات النماذج المختارة، والغرض من الوظيفة الاستخدام الخامة دي. نقطة 2 معايير اقتصادية، من حيث اختيار الخامة المناسبة للتصميم وآلية وخطوط التنفيذ، وكذلك مراعاة التكلفة، وكذلك مراعاة الجودة والمتانة والأداء المناسب والاستدامة لكل خامة. نقطة 3 المعايير الجمالية، وهي طبعا تتكلم فيها عن التناسق، التوازن، التماثل، التكوين نفسه للشخص أو للمستخدم لكل فراغ داخل النماذج المختارة. آخر نقطة وهي عبارة عن المعايير أو الاعتبارات الإنسانية، وهي اللي أنا بقيس فيها
قياسات إنسانية، إيه احتياجات الإنسان داخل البيئة الداخلية للفراغ أو البيئة الخارجية المستخدمة في المبنى. طبعا أنا عندي هنا نموذجين أو دراسة حالة لاثنين نماذج أساسية، وهو مركز ثقافي في نوميا، وهو كان مصممها مهندس إيطالي، مكانها طبعا في داخل البحر الشرق من نوميا، منطقة نوميا في كالدونيا الجديدة. هدف المركز هو كان عبارة عن بينمي هوية الشعب الكانات الأصلي اللي ساكن المنطقة دي. مكونات المشروع عبارة عن معرض دائم، مكتبة، مركز بحوث، مركز للأنشطة سواء كانت للرقص أو الموسيقى أو الرسم. طبعا هو أنا حاولت قدر إمكان أختصر البحث، إنه هو البحث طويل جدا، في كمية معلومات دراسة حالة دقيقة لكل مبنى من المباني اللي تم ذكرهم في البحث، بس حاولت قدر إمكان إن أنا أقلل كمية يعني أكتر ما يمكن في البحث. تحليل الرسومات طبعا والمخططات، طبعا أهم ما يمكن في المخططات اللي أنا يعني حصلت عليها إن هي عبارة عن أضلاع وعصا منحنية عملاقة اللي تم صنعها من شرائح إركو ووصلات فولاذية، وطبعا دي أحدث حاجة كانت في المباني التكنولوجية الحديثة. وطبعا هنا لو لاحظنا ان هي عبارة عن رقائق او شرائح طولية تضم حولها ان في شرائح عرضية او تم تصميمها كقطع فردية منسوجة معا على شكل عصا مقوسة يتم فتحها واغلاقها بشكل ترادفي او تبادلي مع بعضها. طبعا بدأت ادرس دراسة تحليلية داخلية للمبنى سواء كانت الارضيات، بحيث طبقت كل معيار من المعايير التي تم ذكرها سابقا من حيث معايير وظيفية ومعايير جمالية ومعايير إنسانية لكل خامة من الخامات في الحوائط سواء كانت زجاج أو خشب أو ألومنيوم أو جبسون بورد أو دهان، كل خامة طبعا درست فيها من ناحية معمارية. طيب بعد ما درست فيها من ناحية المعايير، كذلك من ناحية المعايير الاقتصادية من حيث ملائمة الاقتصادية للمشروع، عنصر المتانة والتحمل، عنصر الاستدامة، عنصر الخامة والبيئة المحيطة فيها، عنصر العوامل الجوية، هل كل عنصر أو كل خامة من الخامات المستخدمة في الحوائط متناسبة بيئيا ولا أو استدامة أو اقتصاديا ولا غير متناسبة. ثاني خامة خامة الأرضيات، وهي فعلا تم التعرف عليها من ناحية إيه هي الخامات اللي كانوا استخدموها في المبنى، سواء كانت باركيه أو سواء كانت بورسلان مطفي أو سواء كانت أرضية خرسانية أو سواء كانت جرانيت، وكل خامة تم التعرف على معاييرها الوظيفية والجمالية والإنسانية وكذلك معاييرها الاقتصادية. والناحية المعايير الاقتصادية كذلك من ناحية الاقتصادية والمكانة والاستدامة والبيئة والعوامل الجوية، كذلك الأسقف من ناحية الخشب، الخبسن بورد، الخرسانة الخضراء، وكذلك تم التعرف على معاييرها من ناحية الأسقف وكذلك اللاندسكيب. طبعا أنا بمشي سريع علشان الوقت يعني لا يسرقني. نفس النظام طبقته على مركز إثراء، طبعا ده مركز تم تنفيذه في المملكة العربية السعودية في مدينة الزهران، وده تقريبا أحدث شيء في المراكز الثقافية في السعودية من ناحية التكنولوجية والخامات الذكية اللي فيها. كان طبعا هدف المركز ان هو تماشيا مع رؤية السعودية 2030 بحيث يدعم إثراء تحول المملكة وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. طبق نعم. دقيقتين تمام. الصورة راحت. نعم دكتورة. ايوه مع حضرتك تمام. وطبق دقيقتين. تمام. نفس القصة أو نفس الأسلوب والنظام اللي أنا مشيت عليه في المبنى الأول مشيت عليه في المبنى الثاني من ناحية الحوائط ومن ناحية الأرضيات ومن ناحية الأسقف ومن ناحية اللاندسكيب، كل ده بدأت أدرسه من ناحية الوظيفة والجمال والإنساني والاقتصادي. في الآخر بوصل إلى نتائج البحث، هو عبارة عن تطبيق المعايير التصميمية عند استخدام مواد حديثة، إن أنا لازم أطبق كل المعايير اللي تم ذكرها لما أجي أعمل تشطيبات داخلية لأي مبنى. نقطة 2 إن أنا بحافظ على الثقافة المجتمعية لأي مجتمع أو أي مبنى
يتم تنفيذه طبقا للبيئة المحيطة به. طبعا إمكانية اختيار خامات ومواد ذات تكلفة أقل عشان عمر افتراضي أطول وجودة أفضل. نقطة 4 أو 5، ربط البيئة الداخلية طبعا بالمحيط الخارجي. التوصيات: على المصمم مراعاة اختيار خامات مناسبة لنوع الفراغ. نقطة 2، الابتعاد عن الصور النمطية في تصميم المباني الثقافية. نقطة 3، تنوع الخامات واستخدام خامات حديثة يطرد الملل. لازم طول الوقت لنا نكون على دراية كاملة بكل خامات حديثة وابدأ أطبقها في المباني. نقطة 3 أو 4، زيادة تركيز المصممين على عمل تصاميم مستدامة تخدم الموقع وتستفيد من الموروث البيئي، والعناية بالموارد البيئية وتضمينها في التصميم، وضرورة تطبيق كل المعايير التي تم ذكرها في أي مباني حديثة. وشكرا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكرك دكتورة شيماء، بحث في مجهود، بس عندي مجموعة أسئلة كتير بس هختصرها. حضرتك حطيتي منهجية لاختيار هذه المباني، الأمثلة اللي حضرتك اخترتيها، إيه المنهجية اللي اخترتي بيها هذه المباني؟ أو الكريتيريا of selection يعني. تمام. هل في منهجية معينة حضرتك اخترتيها، ولا أنت سيلكتد المباني دي بدون يعني نقاط حضرتك حطيتيها؟ لا، هو طبعا البحث طويل جدا فأنا اختصرته قدر الإمكان. تمام. المنهجية اللي أنا اخترت منها المباني إن هي أحدث مباني تم تطبيق فيها التكنولوجيا للأرضيات والحيطة والحوائط والأسقف واللاندسكيب، فأنا مختارة أحدث مباني أو أكثر المباني اللي أنا هلاقي فيها معلومات كتيرة تخدمني في البحث. تمام. هو إحنا طبعا يعني ده للإضافة، وحضرتك هيبقى عندك فرصة للموديفيكيشن قبل الفاينل سبميشن. كل الباحثين هنديكم فرصة خلال أسبوع. وضع المنهجية الاختيار ووجود عوامل مشتركة، يعني عنصر التشطيب موجود، عنصر الحداثة حضرتك بتقولي الحداثة، لكن كل كانت المنهجية مرتبطة بالمكان والظروف أو مرتبطة طبعا الوظيفة حضرتك مختارة كلهم المفروض في وظيفة أو وظائف مشتركة مع بعض، فلكن لازم في البحث أوجه أو أقول أنا اعتمدت منهجية selection بتاعتي أو المنهجية الاختيار العينة بتاعتي، اعتمدت على 1 2 3 4، وبناء عليه لما باجي أقيم في النتائج بعد كده بستخلص من النتائج طبقا للمنهجية اللي أنا شغال عليها. تمام. برضو في بعض في النتائج بتاع حضرتك والتوصيات محتاجة إعادة صياغة، يعني الخامات الحديثة تساعد على طرد الملل، إيه علاقة الخامات بطرد الملل؟ يعني الألوان أنا ماشي متفق مع حضرتك، لكن ما هي علاقة الخامات الحديثة بطرد الملل؟ تمام. يعني إعادة صياغة النتائج حضرتك بذل مجهود تشكري عليه، بس استنباط النتائج محتاجين نشتغل عليها شوية. البحث فيه داتا كتير جدا زي ما حضرتك قلتي ودسم، يعني محتاجين learn to future، يعني أو هنحط توصيات للمصممين ولا للجوفرنس ولا كده، هنحط توصيات على المستوى التقني ولا المستوى البيئي ولا المستوى الاقتصادي، نكاتيجرايز التوصيات والنتائج طبقا للتحليلات اللي حضرتك عاملاها. مشكورة يا دكتورة وبالتوفيق دائما، ونشكرك، وهنسيب البورد لو عايزين الناس يسألوا بعد ما نخلص الزملاء كلهم في الأبحاث، هنسمح للناس يوجهوا الأسئلة. شكرا جزيلا. شكرا. كاميرا مفتوحة، معلش الفريق بتاعي بيهزر معايا وأنا شغال. تمام. البحث القادم، المهندسة إلهام فتوح موجودة، هي دخلت من شوية. مهندسة إلهام، المهندسة إلهام، طيب هي موجود الفيديو بتاعها، هنعرض الفيديوهات في الآخر. المهندسة آية الجندي والمهندس أحمد عمارة،
موجودين صح؟ هيعرضوا design guidelines for center library in Egypt toward the high qualified environment efficiency. اتفضل يا باشمهندس احمد باشمهندس ايه معاكم 10 دقايق من دلوقتي اتفضل. السلام عليكم. حضرتك سامعني كده كويس صح؟ الصوت كويس يا باشمهندس احمد اتفضل. احنا كنا بنتكلم على تصميم المنتجات المركزيه في مصر لتحقيق كفاءه التصميم البيئي. المكتبات اصلا كان اولها هو حفظ سجلات وتواريخ وان ليها طبيعه استخدامها كمبنى عشان اقدر اخد معلومه واقدر ابقى قاعد بقرا كتاب او بذاكر. الطبيعه دي لو مش موجوده انا مش هعرف اخد اي معلومه من المكتب. دلوقتي احنا عملنا ثلاث حاجات: دراسه نظريه، دراسه مقارنه من المكتبات القاهره في مصر يعني، واستبيان لعدد المهندسين المعماريين. اول حاجه كانت الدراسه النظريه. احنا عملنا دراسه في القاهره، نسبه السكان كانت 10 مليون تقريبا، فيها مكتبات كتير بس اغلب المكتبات دي كانت مكتبات داخل الجامعه، والمكتبه المركزيه كانت اصغر ما بتحققش النسبه الموجوده في القاهره. في مكتبه في كمان في القاهره الهيئه العامه للكتب برضه مش متاح فيها القراءه. في اسكندريه يعتبر هو كان التعداد 5 مليون نص القاهره، وكان فيها هي مكتبه اسكندريه. دي كانت الدراسه النظريه. دراسه المقارنه كانت ان احنا نقارن بين المكتبات في تصميم كشكل وتصميم بيئي وحجمها قد ايه بالنسبه للعدد السكاني الموجود وموقعها. دلوقتي مكتبه اسكندريه هي بتخدم المفروض 800,000 زائر سنويا. غير كده هي المفروض يعني الاسكندريه عندها 5 مليون. موقعها مناسب على البحر، وتصميمها بالنسبه للي حواليها مختلف، لكن اللي في القاهرة كان تصميمها قريب شوية من اللي حواليها. هي برضه كانت على النيل بس هي كانت أصغر، مع إن المفروض القاهرة نسبتها عدد سكانها أكبر. وابتدينا نسأل بعض الأسئلة للمهندسين المعماريين في بعض الأعمار المختلفة وبعض الدرجات المين. أكتر فئة كان مستخدمة هي الطلبة لغرض زيارة بشكل عام أو مذاكرة أو بحث. في اسكندرية حققت نسبة 50% من الحركة، يعني صورة الحركة بالنسبة للكوشترين للطبق. اما الهيئه العامه المصريه للكتب حققت 30% ومكتبه القاهره حققت 30% برضه. فاسكندريه هي اللي كانت محققه اكتر في الحرب. في الاضاءه برضه كانت مكتبه القاهره هي اللي كانت محققه اكبر نسبه، بحيث ان هم كانوا عاملين بعض يعني عاملين الزجاج بطريقه معينه وشيدد وكده بحيث ان هو يخش الاضاءه بشكل مباشر وفي نفس الوقت ما يكونش مؤذي للقارئ. والاضاءه بتشتغل بعد الساعه 6 الاضاءه الصناعيه الا لو هم محتاجوها.
وكانوا مهتمين برضو ان هم عاملين اماكن للاطفال وكده للاطفال لقراءه الاطفال. حاجه تانية ان هم كانوا مهتمين بالميه، هم كانوا بيخزنوا ميه وميه المطر وبيهتموا ان هم يغسلوا بيها، بس برضو كانوا بيغسلوا بيها الاسطح. في كام اسس مفروض نطبقهم تؤثر على التصميم المكاتب. كان المواقع، موقع العام للمشروع، تأثير المية، طاقة والجو، الماتيريال المستخدمة، والنشر الداخلي والتصميم الداخلي. أكتر حاجة ممكن تكون حققت ده كانت ممكن اسكندرية، مكتبة اسكندرية. ممكن هنشرح التأثير البيئي ده بشكل أكبر. التأثير البيئي هو المفروض إن احنا نطبق المواقع العام. المواقع العام المفروض نهتم بإن احنا نعمل أماكن للعجل مثلا درجات، إن احنا ما ننميش الثقافة دي عندنا، إن المواصلات تبقى قريبة ليها وسهلة مش بتصعب الموضوع. برضو كفاية المية إن احنا نستخدم حدائق ونهتم بمية المطر إن احنا نخزنها عندنا، وكمان ان احنا نزرع مساحات قدرة الانواع اللي هي تتحمل الجفاف، مش محتاج ان هي تتري كل شوية. وان كمان ان استهلاك الطاقة للمبنى، بان احنا نحسن جودة البيئة الداخلية للمبنى بضوء النهار، احنا ندخل طاقة طبيعية، والتهوية برضو نستفيد بيها طبيعية عشان نقلل الطاقة الميكانيكية المستخدمة داخل المبنى فيقل استهلاك المبنى. المواد برضو نبقى المواد تبقى موفرة للطاقة وسهلة التركيب، مصنعة من مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك، ويمكن إعادة تدويرها بعد انتهاء عمرها، بحيث ان دلوقتي الخرسانات لسه ما حددتش ان هو ما تبقاش مضرة للبيئة. حاليا مضرة للبيئة، اغلب المباني اللي عندنا خرسانات هي مضرة للبيئة. ومن كده ناخد ان احنا المفروض عشان نأدي تصميم بيئي عايزين نهتم في المكتبات اولا بالطفل، بعيدا عن التصميم بالطفل، لان هو بداية المجتمع. عايز انميه، انا مش مهتم بالجزء ده عندي. ثاني حاجة الجزء البيئي، ان انا اهتم انا احفظ مية، اي ميه في مطر عندي، او ان انا باقي دقيقتين يا باشمهندس باقي انا اخزن ميه في مطر عندي، وان انا احافظ على الطاقه والهواء والشمس. انا مش مستفيد بيهم في القاهره، القاهره عندي المكتبه الهواء فيها تقريبا التكييفات كله، الاضاءات كلها صناعيه. برضو المواد الداخليه جوه محتاج ابقى مرتاح مع الارتفاع ومع الفرش والحركه. الحركه القاهرة كانت صغيرة، وبرضو ما كانتش سهلة الحركة ان انا ادور على الحاجة اللي انا عايزها. بس كده تمام يا دكتور. شكرا يا باشمهندس احمد والباشمهندسة آية. وفي مجموعة اسئلة كتيرة وهنبعت لكم كومنتس على الحاجات دي، بس انا شايف ان الدراسه التحليليه ان انتوا عملتوا اخترتوا المكتبات وعملتوا استبيان وكده، بس لازم وانتوا بتشرحوا الدراسه التحليليه تحطوا النقاط بترتيب معين ما طبقا للدراسه النظريه. وبعدين يعني انا شايف ان البرزنتيشن فيه شغل بس مش مترتب، هو مش مترتب حاجه من الشرق وحاجه من الغرب. فانا بنرتب دايما وانا بعذركم لحداثتكم وكلنا بنتعلم من بعض، وده هدف من اهداف المؤتمر ان حضرتك المفروض ترتب الجزء النظري بتاع حضرتك بترتبيه العناصر بتاعته، ثم الجزء التحليلي بنفس الترتيب عشان المستمع يبقى فاهم حضرتك رايح فين.
تاني حاجة لما بنتكلم على الـ environmental efficiency لازم يبقى فيه قياسات. القياسات دي مش بس معتمدة على الورقيات أو الاستبيان، القياس يبقى يا إما عند حضرتك numbers official number أرقام، يا إما أنت بتعمل حاجة simulated، يا إما بتعمل تطبيق simulation ما ببرامج السيميليشن، وده انتوا جيل شباب وتقدروا تعملوا ده بسرعة تمام للشغل ده. الفكرة جيدة، وإحنا بنعاني في مصر من استهلاك الكهرباء ومن استهلاك المية والكلام ده، وكمان درجة حرارة عالية، فإن إحنا نحسب لمبنى عام زي المكتبات المركزية الـ environmental efficiency بتاعته أو high qualified environmental efficiency، احنا بنتكلم high qualified كمان. تاني حاجة، انتوا عندكم ثلاث أنواع مباني من ثلاث عصور مختلفة في البناء، فالثلاث عصور دول مكتبة اسكندرية البلد في فترة، مكتبة القاهرة كانت قصر، مكتبة دار الكتب أو الثانية دي اللي هي في عصر تاني. فلازم القياسات بدل وحدنا الوظيفة يبقى عناصر القياس تبقى واحدة، فنبدأ نطلع نتائج ومقارنات عشان تطلعوا recommendations أو future plan أقوى من كده بشوية. هحتاج منكم أن أنتوا تشتغلوا على البحث شوية، وأنا أسعد أن أنا أتشرف أن أنا كنت درست لحضراتكم في الأندرجرادويت، ونتمنى أن أنتوا في مرحلة الماجستير دلوقتي تبقوا أحسن وأحسن إن شاء الله. شكرا. شكرا. هنعرض دلوقتي المهندسة يوسف. معانا المهندسة يوسف موجودة؟ تمام؟ نعم يا دكتور موجودة. الفريق جاب لنا دلوقتي الفيديو بتاعكم هنعرضه. تمام؟ ثم بعد كده هنعرض بقيت، يعني هو في ثلاث فيديوهات للثلاث الزملاء اللي بيعرضوا معانا هنا. لك شكرا يا دكتور. شكرا. المهندسة يوسف إنهانسون فصاد تحت مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم هذه الدراسة بعنوان ثانية واحدة. الشاشة واضحة يا جماعة عندكم؟ واضح يا دكتور. نعم تمام. الصوت واضح يا جماعة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ واضح يا الصوت. نعم. الدراسة بعنوان نمذجة معلومات المباني والمحاكاة الرقمية لتقييم بدائل تحسين الأداء الحراري لنوافذ واجهات المباني، حالة دراسية لوحدة سكنية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. قام بإعدادها الباحثان أحمد عمر محمد سيد مصطفى أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود، ويسر اسم الله محمد رجوان طالبة ماجستير أيضا بجامعة الملك سعود. تعتبر واجهات المباني من أهم عناصر الغلاف الخارجي، إلا أنها تعتبر أيضا أضعف مكون في غلاف المبنى من حيث الأداء وكفاءة الطاقة من منظور مفهوم العمارة الخضراء الذي يهدف إلى كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تقييم غلاف المبنى. فالواجهات بتؤثر في أداء الطاقة حيث أنها بتساهم جزء كبير من نفاذية الحرارة للمبنى نسبة لوجود النوافذ، وهي مسؤولة عن حوالي 10 إلى 25% من إجمالي اكتساب أو فقد الحرارة من المبنى. كذلك أدت التطورات العديدة في تقنيات نمذجة معلومات المباني BIM في الفترة الأخيرة، هذا زاد من إمكانياتها في التحليل الفعال لأداء المباني من خلال محاكاة الوظائف والتحقق من صحة الأداء. تمثلت مشكلة البحث بأنه نظراً للأهمية الكبيرة للواجهات وارتباطها بالعديد من الاعتبارات الوظيفية والجمالية، فإن أي بدائل تقدم لتغيير موقع أو نسبة مساحة النافذة إلى الحوائط يمثل إشكالية عند معظم المعماريين، خاصة عند اتخاذ القرارات التصميمية المتعلقة بجوانب أدائية خلال مرحلة التصميم الأولية. ومن واقع الإشكالية البحثية تشكلت الأهداف الرئيسية للبحث. أولاً، طرح بدائل تصميمية للنوافذ
لتحسين الأداء الحراري للواجهات بدون التأثير على مساحتها أو موقعها بالواجهة. ثانيا كان بدعم المصمم بتقييم أداء هذه البدائل والمقارنة بينها ومن ثم اتخاذ القرارات التصميمية اللي بتحقق التوازن بين المعايير الجمالية للواجهات والمعايير الوظيفية لأدائها. ولتحقيق أهداف البحث تم تبني المنهج الوصفي التحليلي في الجزء الأول منه والمنهج التطبيقي في الجزء الثاني الخاص بتطبيقها على حالة دراسية. فالأهمية البحثية لدراسة فعالية البدائل المطروحة وتأكيد دور التقنيات الحديثة لنمذجة معلومات البناء والمحاكاة الرقمية في دعم المصمم في المرحلة التصميم الأول. استكشاف التطبيق الأكثر بين تطبيقات المحاكاة المتعددة تم انتهاج هذه الخطوات. أولا بالبحث والتجميع لتطبيقات المحاكاة كانت حوالي 15 تطبيق والظاهرة في أسفل الشاشة. ثم المراجعة والاختيار لأنسب 3 تطبيقات لدعم التصميم المستدام وتقليل كفاءة استهلاك الطاقة. ثم تحليل التطبيقات المختارة والمقارنة بينها. وكانت الخطوة الأخيرة باختيار التطبيق الأنسب بينه لمعالجة مشكلة الدراسة وكان أن وقع الاختيار على تطبيق ISLE. هذا الشكل يوضح إجراءات نمذجة الطاقة في تطبيق ISVE والتي يمكن تقسيمها إلى 3 خطوات. أولاً المعلومات المدخلة الإنبوت المتعلقة بالموقع، المناخ، النظام الإنشائي، نظام التكييف. يتم بعدها تحليل المطلوب تحليله. ثم المخرجات النهائية الأوتبوتس على شكل تقارير أو رسوم بيانية مختلفة. يتم تبادل الملفات والبيانات بين تطبيق ISVE وتطبيقات بيم المختلفة من خلال صيغة ILC أو Green Building XML التي تسمح بتشغيل البين بين التطبيقات. حالة الدراسة هي وحدة سكنية تقع في حي العليا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي مكونة من طابقين وملحق علوي، وتمثل الواجهات الجنوبية والغربية الاتجاهات الحرجة بالنسبة للأداء الحراري في مدينة الرياض نسبة للموقع الجغرافي والظروف المناخية المميزة للمدينة. لذلك تم اختيار غرفتين أحدهما بالواجهة الجنوبية والأخرى بالواجهة الغربية لتطبيق دراسة تقويم الأداء الحراري وطرح بدائل تحسين الأداء. فالمناخ في منطقة الرياض هو مناخ صحراوي حار جاف صيفا وبارد وممطر أحيانا شتاء. هذا الشكل يوضح إجراءات ومراحل المنهج التطبيق الذي تبعته الدراسة. أولاً بإنشاء نموذج معلومات البناء، ثم إجراء محاكاة الطاقة للحالة الأساسية للتصميم، ومن ثم تنفيذ مقترحات البدائل التصميمية لتحسين الأداء الحراري للواجهة الجنوبية والغربية، ومن ثم إجراء محاكاة الطاقة للبدائل التصميمية بحسب متغيرات النوافذ. وتمثلت الخطوة الأخيرة في التحليل ومقارنة النتائج. تم تنفيذ المنهج التطبيقي على 3 أقسام. القسم الأول يرتبط بنمذجة وتحليل أداء الطاقة للحالة الأساسية للحالة الدراسية خلال الفترة الحارة. القسم الثاني يرتبط بنمذجة وتحليل أداء الطاقة لسيناريوهات البدائل التطبيقية التي اقترحها الباحثان لتحسين أداء الطاقة اعتمادا على متغيرات النوافذ. القسم الثالث يتم مقارنة النتائج بناء على ما ينتج من تحليل القسمين الأول والثاني لتوضيح تأثير السيناريوهات المطروحة لبدائل النوافذ. الشكل يوضح المخطط العلوي للفيلا وموضح عليه الغرفتين 1 و2 المطلتين على الواجهة الجنوبية والواجهة الغربية على التوالي حالة الدراسة. وهنا يظهر موقع الغرفتين 1 و2 في الواجهات المحددة. تم إنشاء نموذج معلومات البناء بين للتصميم الأساسي بواسطة برنامج رابت، وتم فيه تحديد كل البيانات المتعلقة بالخصائص الحرارية لمكونات الغلاف البنائي. كما تمت إعدادات تحديد الموقع ودراسة المناخ والظلال في تطبيق بن، إضافة إلى إعدادات الطاقة الخاصة بالمبنى للبدء بإجراءات التصدير إلى تطبيق ISVE لإجراء محاكاة الطاقة بصيغة GBXML. تم اقتراح 4 سيناريوهات للبدائل التصميمية اعتمادا على متغيرين فقط من متغيرات النوافذ، وهما مواصفات الزجاج والظل الواقع عليه. الشكل يوضح سيناريوهات البدائل التصميمية مقارنة مع الحالة الأساسية للتصميم. بالنسبة لتوصيف الزجاج في الحالة الأساسية كان باستخدام زجاج مفرد شفاف 6 ملي في كل من الواجهة
الجنوبية والغربية. في السيناريو 1 و2 تم فيه الاعتماد على متغير تطوير توصيف الزجاج باستخدام الزجاج المزدوج في السيناريو 1، والسيناريو 2 كان باستعمال الزجاج المزدوج والمعالج بتقنية النانو في كل أيضا في الواجهة الجنوبية والغربية. السيناريو الثالث والرابع كان فيه متغير بتحقيق نسبة أعلى من الإضلال، وذلك بارتداد وتقسيم النوافذ في كل من الواجهة الجنوبية والغربية، مع تطبيق التطوير المقترح في السيناريو 1 و2. تم تنفيذ جميع سيناريوهات البدائل التصميمية ببرنامج ريفت، وتمثلت أهم الخطوات في تحديد الخواص الحرارية للنوافذ في كل سيناريو، مثل الموصولية الحرارية مباري ومعامل الاكتساب الحراري. ومن ثم تم تصدير النماذج الرقمية للبدائل بعد تحديد المعلومات المطلوبة لإجراء محاكاة الطاقة في كل سيناريو على حساب تطبيق ISE. للبدء بإجراءات محاكاة الطاقة في تطبيق ISE تم تحديد كل المعلومات المطلوبة والظاهرة في هذا الشكل، من حيث صيغة تبادل البيانات وخيارات التوريد وإعدادات الموقع والمناخ التي تم تحديده مسبقا في تطبيق بيم، بالإضافة إلى منهجية التكييف والتهوية. تمثلت الخطوات الأولى في إدراج نموذج بيم للحالة الأساسية بصيغة Green Building XML إلى تطبيق ISBE لإجراء محاكاة الطاقة، وبعد تحديد الثيرمال بروفايل الخاص بالحالة الدراسية واستخدام الأباتشي سيميليشن لإجراء محاكاة الطاقة لحساب حمل التبريد خلال الفترة الحارة، تم استعراض النتائج من خلال الاستبروف غرفتين المحددتين بعد تحديد المخرجات المطلوبة من الرسوم البيانية المناسبة. وبنفس الخطوات السابقة للحالة الأساسية تم إدراج جميع السيناريوهات الأربعة كل على حدة إلى تطبيق ISVE للبدء بإجراءات الطاقة بحسب المتغيرات تقييم الأداء الحراري للغرفتين 1 و2 واستخراج النتائج الخاصة بكل سيناريو. بعد إجراء محاكاة الطاقة للحالة الأساسية والبدائل تمت مقارنة النتائج، ودلت نتائج الدراسة على الآتي: أن شهر أغسطس هو الأعلى في حساب حمل التبريد خلال الفترة الحارة في الغرفتين 1 و2 بنسبة 35%. أدت الإجراءات المقترحة في البدائل التصميمية كما يظهر في الشكل: أولاً بتطوير توصيف الزجاج للزجاج مفرط كما هو في الحالة الأساسية إلى زجاج مزدوج كما هو مستخدم في سيناريو رقم 1، وزجاج مزدوج ومعالج بتقنية النانو كما هو مطبق في السيناريو رقم 2 أدى إلى تخفيض حمل التبريد، وبالتالي إلى انخفاض في استهلاك الطاقة في الغرفتين 1 و2 خلال الفترة الحارة بالمقارنة مع الحالة الأساسية للتصميم. واستمر ذلك الانخفاض مع تنفيذ المقترح الثاني بزيادة نسبة تصدير زجاج النوافذ بارتدادها إلى الداخل كما هو في السيناريو رقم 3، والارتداد إلى الداخل مع تقسيمها المطبق في السيناريو رقم 4. وبالتالي يمكن ترتيب فعالية تأثير السيناريوهات المقترحة لتخفيض الحمل الحراري للغرف كالتالي: بالنسبة للغرفة 1 المطلة على الواجهة الجنوبية، فقد كان أفضل بديل هو السيناريو رقم 3 والمتمثل في تحسين الأداء الحراري بتطوير موقع النافذة وارتدادها مع استخدام الزجاج المزدوج والمعالج بتقنية النانو. أما في الغرفة 2 والمطلة على الواجهة الغربية، فأفضل بديل هو السيناريو رقم 4، وذلك بتطوير توصيف الزجاج باستخدام الزجاج المعالج بتقنية النانو وزيادة نسبة التصليل بارتداد وتقسيم النافذة العريضة. أهم التوصيات تمثلت في: بالنسبة لجهات الاختصاص بتشجيع تطبيق التقنيات الرقمية الحديثة لنسج معلومات البناء المتوجهة نحو الاستدامة بتوفير حوافز
ومزايا لتطبيقها. بالنسبة للمؤسسات بتسعي لتطوير مهارات المصممين في الجمع بين تقنيات تمزج المعلومات البناء والاستدامة وتوفير التدريب المستمر على استخدام برامج المحاكاة الرقمية. وكانت أهم التوصيات للمصممين بالتأكيد على أهمية استخدام برامج المحاكاة في المراحل الأولية من التصميم لتفادي فشل المشروع أو أجزاء منه. وأخيراً توصي الدراسة باهتمام تطبيق هذه البدائل التصميمية معاً لتحقيق أفضل النتائج في تحسين الأداء الحراري للواجهات والاحتياجات المصممين والمكانيات البنك. أشكر لكم حضوركم الكريم وحسن إصغائكم. نشكرك يا باشمهندسة يسر، عرض قيم وأسلوب سلس لدرجة أن أنا ندهت لتلاميذي اللي هنا عشان يسمعوا البرزنتيشن بتاعي. جزاك الله خير كل دكتور. واضح واضح أن جهد أستاذك وأستاذنا دكتور أحمد جهد طيب. وانتهز هذه الفرصة ويعني أشكر دكتور أحمد، أبداً ما كان بيبخل علينا بوقت وجهد، وأنا مهما يعني شكرت فيه ما بوفي حقه دكتور أحمد، جزاه الله كل خير عنا وعن تلاميذه. تمام، دلوقتي عندي سؤال لحضرتك وبحث قيم جداً يا باشمهندسة. أول حاجة، هل حسبتي التوفير الاقتصادي في التكييف والتبريد ما بين كل سيناريو والسيناريو الآخر؟ أنت حققتي الانخفاض في الانبعاثات الحرارية والانتقال الحراري، هل حسبتي ككوست هيبقى كم في المئة تقريبا؟ نعم نعم يا دكتور، تقريبا بالنسبة للغرفة واحد، فإنه أدى إلى السيناريو اثنين أدى إلى خفض الاستهلاك في حمض التبريد خلال الفترة المحددة من 1.14 إلى 1.2. بالنسبة للمقترح الثاني برضو كان في انخفاض من 1.0 إلى 1.2 إلى 1.0. ففعلا وحتى موضح كل هذه الأشياء في البحث، يعني وفرنا كم ألف ريال يعني تقريبا. هي ما بالريات وانما بالميجاوات. نعم، ما بالميجاوات يعني انا أيوة. اتمنى ان يعني لو حتى مش كتباها تكتبي. نعم. على مستوى على مستوى الـ التوفير. تمام، على مستوى التوفير هنوفر كم الف ريال سنوي لو. تمام. اتمنى سيناريو تغيير وجهتين، شبكين في وجهتين، عشان الناس تعرف الفاليو بتاع المحاكاة والفاليو بتاع التدخل المهندس المعماري وهكذا. تمام إن شاء الله يا دكتور بإذن الله. تمام، أشكرك وننتقل للمهندس محمد ودكتور أحمد. الشاشة واضحة يا جماعة عندكم دلوقتي؟ الزملاء الأعزاء الشاشة واضحة؟ واضحة دكتور، موجودة واضحة. بحث التقنيات الرقمية لإحكام الجداول الزمنية لمشاريع التشييد، تحليل مبنى على المراجعات الأدبية للاتجاهات والتحديات. أستاذ مساعد دكتور أحمد عمر محمد والمهندس محمد سليمان جار الله جامعة الملك سعود، اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، عرض البحث التقنيات الرقمية لإحكام الجداول الزمنية لمشاريع التشييد، تحليل مبنى المراجعات الإدارية للاتجاهات والتحديات. مقدمة محدثكم نحن ضيا مصطفى ومحمد سليمان جار الله من جامعة الملك سعود. قطاع البناء والتشييد بالمملكة العربية السعودية يعتبر ثاني أكبر القطاعات غير النفطية المساهمة في اقتصاد المملكة، نظر لما تشهده المملكة من تطور هائل في هذا القطاع وزيادة عدد المشاريع المطروحة والجاهزة للتنفيذ، وزادة الضغوط على هذه المشاريع لتسريع وترتيب التنفيذ، مما أدى إلى عطف النسبة ليست قليلة
من هذه المشاريع أظهرت الدراسات أن التخطيط له دور في ذلك. من هنا تأتي المشكلة البحثية لأنه على الرغم من الجهود التي تبذلها المملكة في دعم المشاريع ومعالجة أسباب تأخيرها وعلى الرغم من توافر العديد من التقنيات الرقمية التي تحكم جداول التنفيذ إلا أن الواقع يظهر تأخر وتعثر نسبة كبيرة من هذه البشرية نتيجة لمسببات متعددة منها ضعف الجدول الزمني. تأتي هذه الدراسة استخلاص أهم الامتيازات المعاصرة بالتقنيات الرقمية واستكشاف دورها في دعم وتطوير وإحكام الجدول الزمني لمشروع التنفيذ وأهم التحديات التي تواجه تطبيقه والوصول إلى إطار عام لاستثمار إمكانيات هذه التطبيقات وتلافي أو تقليل تأثيرها السلبية. نتمنى البحث المنهج الوصف التحليلي بمراجعة الدراسات السابقة ذات العلاقة بالموضوع للوصول إلى أهدافه. الاتجاهات المعاصرة تم تحليل ودراسة مدى واسع من الدراسات السابقة التي ظهرت وجود العديد من الاتجاهات وتم اختيار أربعة من أهم هذه الاتجاهات وهي التطبيقات المباشرة للجدول الزمنية، تقنيات البعد الرابع لنمزجة معلومات البناء، المتابعة تقنيات المتابعة والتواصل وتقنيات الحوسبة السعرية. تقنيات التطبيقات المباشرة للجدول الزمنية تم الاطلاع على مدى واسع من تطبيقات الجدول الزمنية من المواقع المتخصصة والواقع الرانكينج اللي بتعطيه المواقع المختلفة هذه التطبيقات تم ترشيح 16 تطبيق تم دراستهم بصورة تفصيلية من حيث أهم الخصائص العامة لكل تطبيق ومن حيث الدراسات والمقالات السابقة التي تناولت هذا التطبيق بالبحث والدراسة والتجربة وما توصلت إليه من نتائج. وتم ترشيح 3 من هذه التطبيقات لإجراءات مقرة على مشروع افتراضي علمي بوضع معايير لهذا المشروع وتطبيق المعايير ثلاثة معايير اختيار تطبيق البيئة مع الإشارة إلى اختلاف المعايير مع اختلاف المشروع واختلاف الجهة المستخدمة للتطبيق. التقنية الثانية تقنية البعد الرابع هي تسجيل تقنية لتدمج البعد الزمني التنمية الثلاثي لبعد زمنية المشروع والبعد الزمني لجذب المشروع والبعد الزمني المدمجة التي عليها ربط جذب زمن المشروع مع البعد الثالث أو المدمج الثلاثي لبعد ونتج عن ذلك العديد من المزايا التي صارت إحكام الجدول الزمني واتخاذ القرارات بشكلها سواء من قبل المتخصصين أو غير المتخصصين نتيجة ظهور نتائج السيناريوهات نازلة التي يتم تطبيقها في الجدول الزمني على مدى الثلاث المعاد مباشرة ومستثمر متابعة ومراقبة الجدول الزمني مع موقع التنفيذ. بعد الدراسات التي قررت هذه الميزات تم وضع 12 معيار تتضح من الشكل الموضح ان تقنيات البعد الرابع تتلقى في جميع المعايير التي تم دراستها. تقنيه تلك تقنيات المتابعه والتواصل التقنيه لا غير منها ان خط التواصل منذ تفكير في بناء الجدول الزمني واعداد طريق دوره المنشطه التي سوف نتحدث عن الأمر التقنية أو الأمر التقنية
تفكير داخل بين التغيرات التقرير هو تقرير الخسارة الصحية هو التقرير الذي تشرح مسار التغيير من دور التغيير التغيير من القطاعات وتقوم على ثلاث مستويات مستوى الرياضي التحتية مستوى المنصات مستوى التطبيقات وتكون الخيارات مسار العامة أو خاصة أو تدريجة لكن خط التشغيل هو الخط مسار التغيير استخدام تطبيقات الرادار على السحابة لا يوجد تغذى بسبب التغيير
قريت العلاقة وتخصيص السائل لقد أسأل السائل الأخوان أشكر الأستاذ الدكتور أحمد عمر والبشمهندس محمد. يعني والله يا دكتور أحمد موجود هنا ولا مش موجود؟ بشمهندس محمد هل جاهز للمناقشة؟ مهندس محمد محمد سمعني يا بشمهندس محمد؟ مهندس محمد. طيب بس دكتور عادل هو انا صوتي واضح يا دكتور عادل ولا مش واضح؟ حد سمعني؟ واضح يا دكتور. ماشي يا باشمهندس. ايه شكرا جزيلا. طيب لحين عودة الزملاء في اخر بحث عندنا المهندسه الهام فتوح. دكتور احمد دكتور احمد مصطفى حضرتك معانا؟ العرض الموجود فاضل لنا واحد اللي هو مهندسه اسراء ومهندسه دكتور احمد حضرتك سامعني؟ مش عارفه هي هتعرض ولا لا، مش عارفه انها عندها مشروع تقني ولا. دكتور احمد مصطفى دكتور احمد عمر سامع حضرتك يا دكتور اتفضل. هو في صوت بعيد كده في زنة في الصوت. اخبار حضرتك ايه؟ الله يكرمك الله يكرمك يا دكتور. احنا الباحثة يسر ناقشناها وعرضنا البحث الثاني، فكنت عايز اسال حضرتك سؤال بالنسبه للبحث الثاني. اتفضل يا دكتور. ايه مستقبل استخدام هذه التقنيات الرقميه في السوق المصري؟ طيب بسم الله. لا على فكره ليها علاقه بالبحث الحقيقه، لان السوق المصري على فكره مصر من الدول المتقدمه في استخدام البيلد انفورميشن موديل. اضافه البعد الرابع لتقنيه الجدوله الزمنيه من الحاجات الحقيقه اللي مصر سباقه فيها على مستوى الدول العربيه. الخريطه العالميه. سامعني يا دكتور؟ الو السلام عليكم. دكتور احمد هل الصوت واضح؟ واضح عندي يا دكتور. انا بالنسبه لي عذرا يا دكتور عذرا بس انقطع الصوت. هل الصوت واضح؟ الصوت واضح يا دكتور؟ واضح. انا بقول ان التقنيات الحقيقه اللي احنا جمعناها من واقع البحث هي اربع مجالات مختلفه تحت كل مجال حاجات الحقيقه كثيره. التطبيقات المباشره دي مصر من الليدنج من في الدول العربيه في تطبيقها، هي اوريدي موجوده ما حدش يقدر يتكلم فيها. التقنيات البعد الرابع وهي اضافه الزمن باستخدام بعض التطبيقات البيلد انفورميشن موديلنج الى برامج الجدوله الزمنيه زي البريمافيرا او مايكروسوفت بروجكت، دي برضه مصر الحقيقه مطبق من زمان، يمكن من وانا في مصر من 10 سنوات كان في ناس بتشتغل فيها، فدلوقتي متقدمين فيها الحقيقه. والمملكه الحقيقه العربيه السعوديه ابتدت الحقيقه تاخد فيها الكلام ده، وان كان مصر والمملكه لا يظهران على الخريطه العالميه للتطبيق دي لحد دلوقتي، الامارات فقط اللي ظهرت مع قطر. لكن السعوديه في مجال الحقيقه حثيث، في جهود حثيثه بتعملها
أعتقد في مصر المركز للبحوث شغال في الكلام ده وبيبتدي يحط دلوقتي التشريعات لتطبيق البيم في مصر. برضو ده الحقيقة مؤشر طيب جدا أن يقدر يستقبل في مصر. تقنيات المتابعة والتواصل اللي تعرضت أنا أعتقد مش جديدة، ولكن مع الثورة الصناعية الرابعة تقدمت بصورة كبيرة جدا، زي موضوع التيلي كونفرنسينج وزي موضوع التطور الكبير في مجال الموبايل أبليكيشنز. دول الحقيقة أدوا بصورة كبيرة قوي إلى تطور موضوع التواصل مع الكاميرات الرقمية اللي متصلة بالصوت. دي دعمت المخطط بصورة كبيرة قوي في متابعة أعمال التنفيذ وفي الرد المباشر على أي قرارات أو أي change orders ممكن تحصل في الموقع. الحوسبة السحابية أو cloud computing it's must، ودي مطبقة في مصر من زمان ومطبقة في أغلب الدول الحقيقة مش مصر بس، لكن تقنياتها الحقيقة زادت وإمكانياتها في تحقيق السكيورتي بتاع الداتا اللي فيها، لأن دي تحدي كبير جدا. إزاي أحط الداتا بتاعتي على كلاود أنا مش ضامن السكيورتي بتاعتها، أو أحط الداتا بتاعتي على كلاود ممكن يحصل فيها عطلة في وقت أنا محتاجها. فالتطورات اللي حصلت في الفترة الأخيرة للكلاود كومبيوتينج بتقول إن الحقيقة إن الموضوع ده فيه تطور مستمر، وإن مصر من الدول الحقيقة المتقدمة فيها برضو مع المملكة. تمام. هل ده إجابة دكتور ولا حضرتك؟ أشكرك يا دكتور أحمد، أشكرك شكرا جزيلا. يعني والله ربنا يعطيك العافية، ومجهود حضرتك مع طلابك وطلابك ما شاء الله، الله أكبر عليكم. يعني الله أكبر. أنا في غياب حضرتك ندهت لطلاب الدراسات العليا اللي قاعدين حوالي عشان يشوفوا البرزنتيشن بتاع المهندسة يسر وباشمهندس محمد، فجزاكم الله خيرا وربنا يجعله علم ينتفع به ان شاء الله رب العالمين. بارك الله فيهم يا دكتور. المهندسه يسر الحقيقه من المهندسات المتميزات في، ربنا يكرمك يا فندم، شكرا جزيلا. بارك الله فيك يا دكتور. ويعني احنا عندنا اخر بحث النهارده وهننتقل للبريك ثم الختام ان شاء الله. البحث الحالي المتبقي معانا في السيشن دي المهندسه الهام فتوح والدكتورة البروفيسور ولاء أحمد نور وأسوشيت بروفيسور مروة قمر الدولة. البيبر بتاعتهم The Role of Human Needs in Urban Renewal and the Development of Urban Spaces for City Centers. هم ما فيش حد منهم متواجد، فاحنا هننشر الفيديو بتاعهم مع حضراتكم حالا. شوف لنا الكمبيوتر تاني. طب ثانية واحدة بس عشان في مشكلة تقنية في الفيديو ده، هنحاول نعدلها. حاول تشغل لي على جهاز تاني. هو ده على جهاز ايه؟ على روم ايه؟ ثاني روم؟ ثلاثة؟ مفيش حاجة روم واحد؟ مش احنا أربعة جهاز؟ فين جهاز دكتور هيبة؟
طب عذرا يا جماعه الفيديو فيه خطا تقني تمام، فهنبعته لحضراتكم برضو للمشاركين وهنعرضه على صفحه بيم اريبيا بعد حل الخطا التقني تمام. دلوقتي عندنا 5 دقائق في جدولنا للحضور في السيشن لتوجيه الاسئله للبشمهندس محمد والبشمهندس احمد عماره والمهندسه يسر ودكتور والمهندسه ازهار تمام. هل حد من حضراتكم عنده اي اسئله للساده اللي قدموا الابحاث؟ لو في حد عنده اسئله بنرحب بالاسئله دلوقتي. السادة الحضور حد عنده أسئلة؟ والدكتور شيماء حد عنده أسئلة يا فندم؟ طيب اليوم النهاردة إن شاء الله هناخد بريك ربع ساعة تمام، وهندخل كل الحضور في الثري رومز على غرفة رقم 1 عشان ناخد صورة جماعية ونسمع توصيات المؤتمر وملاحظات السادة الأساتذة. وجزاكم الله خيرا، وأنا نتمنى أن يكون علم ينتفع به، وأنا على المستوى الشخصي تعلمت من هذه المحاضرات وتعلمت من الحضور الكثير. أشكركم وهستأذن حضراتكم نفتح الكاميرات عشان ناخد الصورة الجماعية بتاعة السيشن دي عشان تبقى ذكرى طيبة إن شاء الله لينا ولحضراتكم للسادة الحضور كلهم. محمد اللي مش عايز يفتح الكاميرا هو يعني دي حرية شخصية طبعا تمام. احنا منتظرين بس الناس اللي بيحمل النت عندها بطيء شويه. الصوت بعيد يا دكتور احمد، انت ظاهر قدامي بتتكلم بس انا مش سامع حاجه. حد سامع دكتور احمد يا جماعه؟ الصوت مش واضح. ايوه قرب اهو. هي انا بقول بس اللي هيعالج الصوره فوتوشوب يعمل لنا عينينا خضراء وشعر اصفر وحاجات زي كده. ليه يا فندم؟ زي القمر كده. بسم الله الرحمن الرحيم. خدنا الصوره ناخد هي الناس بس بتفتح الصور. انا منتظر بس معلش عشان النت عندنا. دكتور عادل عباس اهلا وسهلا، انت داخل يا دكتور عادل بتو اكاونت، انت حاجز مقعدين عندنا هنا. لا انا فاتح الموبايل وفاتح الكمبيوتر وبتابع الاثنين بس الكاميرا ما اشتغلتش على اللابتوب فجيت فتحت هنا على الموبايل. منورنا دكتور عادل. دكتور عادل استاذ وزميل في قسم العماره في معهد القاهره العالي واحد اعمده القسم كلها يعني. لا ربنا يكرمك، البركه فيك انت يا دكتور احمد، البركه فيك، البركه فيك. ياسمين انا شايف ان عندك بيحمل، هل هيحمل للاخر ولا لا؟ تمام ياسمين. انا منتظر ايوه تمام ظهر الحمد لله. في حد عايز يفتح الكاميرا ننتظره؟ تمام هناخد الصوره الثانيه. باشمهندسه هند اهلا وسهلا. المهندس محمد مهندس محمد انت بتحاول تحمل، ما احنا منتظرينك، انت صاحب البرزنتيشن. ما هو راضي ما تقولش ان انت عندكم في السعوديه بطيء، ازعل منك. ممكن نكتفي بالصوره اذا ما عليك امر. طيب اشكركم حضراتكم جميعا
وان شاء الله هناخد صوره جماعيه لكل الحضور او صوره مجموعه صور جماعيه بعد ربع ساعه، لان السيشنز الثانيه في الغرف الثانيه لسه شغاله في اخر بحث. هناخد ربع ساعه وهندخل على الروم دي نسمع التوصيات، وهندي لاساتذتنا الحضور معانا الكلمه السريعه، ويبقى الكلوزنج سيرموني بتاعنا ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا، ونتقابل بعد ربع ساعه ان شاء الله. شكرا دكتور احمد. السلام عليكم. شكرا دكتور. السلام عليكم باشمهندس محمد. بلغ شكرا باشمهندس محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا في بس لا كنسل، انا ستوب شير، نقفل الكاميرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله دكتور أحمد. يعني احنا مش عارف تقريبا هي بقت علينا يعني فايه احنا 28 واحد مظنش ان بس انا معايا هنا الفريق كله ورايا وقصدنا نقعد ورا بعض لان احنا حريصين ان احنا الشغل ده شغل فريق مش شغل واحد تمام والكاميرا الثانيه فيها بقيه الفريق تمام بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شرفني ويشرف جميع أعضاء فريق قسم العمارة بمعهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب إن إحنا نحضر مع حضراتكم الجلسة الختامية لمؤتمر عمارة تمام النهاردة اليوم الثاني للمؤتمر بدأت الفعاليات فعاليات المؤتمر الفعلية بدأت امبارح لكن شغل في المؤتمر بدأ من 4 شهور ما تواصلنا مع أساتذتنا أعضاء اللجنة العلمية ويشرفني هنا منهم الأستاذ الدكتور أحمد حسني رضوان وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان الأستاذ المساعد الدكتور أحمد صالح رئيس قسم العمارة في جامعة قناة السويس موجود معانا الأستاذ الدكتور إبراهيم مبروك العميد الأسبق لمعهد القاهرة الأستاذ الدكتور المساعد الدكتور مي وهبة الجامع الكرام الأستاذ الدكتور فارس علي مصطفى من جامعة أربيل من جامعة صلاح الدين بأربيل هدي لحضراتكم مجموعة معلومات فاكت شيت كده لو تسمحوا لي المؤتمر شارك فيه أساتذة وباحثين من حوالي 13 دولة تمام هم فلسطين مصر السعودية الأردن الجزائر سوريا البحرين ألمانيا، بريطانيا، الإمارات العربية المتحدة، عمان والنرويج. تمام؟ شارك في المؤتمر، قدم للمؤتمر عدد 83 بحث، قبل منهم 60 بحث. تمام؟ جميع الأبحاث المشاركة في المؤتمر هتنشر في مجلتين هم الشركاء النشر معانا مجلة خطأ في الفايل مرسل لحضراتكم دكتور مي وهبة تمام الأبحاث منشورة في مجلة كلية الهندسة جامعة طنطا وهي مجلة محكمة ومعتمدة واخدة من أعلى التقييمات للمجلات المحلية في جمهورية مصر العربية وهي 7 طبعاً أنا عذراً العراق طبعا شارك معانا أساتذة وباحثين تمام المؤتمر شارك فيه 60 بحث تم عرضهم باستثناء 3 أبحاث اعتذروا لظروف شخصية عن البرزنتيشن تمام الأساتذة اللجنة العلمية الذين قاموا بالتحكيم 54 أستاذ وأستاذ مساعد من اللجنة العلمية وتم الاستعانة بأساتذة بعد نشر مجلة اللجنة العلمية أبحاث مقدمة في مجالات متعددة العمارة والتشييد والبناء والآي تي وتكنولوجيا المعلومات في الماتيريال ونظم الإنشاء وأبحاث في التقنيات وأبحاث في الاقتصاد العمراني للمدن المؤتمر كان فعالياته 11 جلسة متوازية تمام وثلاث جلسات لمتحدثين رئيسيين الحضور في اليوم الأول كان في مقر المؤتمر 105 مشارك عبر الإنترنت 30 مشارك اليوم الثاني متوسط الحضور في القاعات المختلفة كل جلسة
من 30 ل 25 حاضر في 6 جلسات. تمام. الأساتذة الأفاضل، الزملاء الأعزاء، كل كلمات الشكر والتقدير، أشكر سيادتكم جميعا لتقبلكم لدعوتنا ولمشاركتكم ومساهمتكم البناءة، علمنا منكم الكثير، ونتمنى من الله أن نكون ساعدنا وغفروا لنا أي تقصير، ونتمنى من الله أن احنا نتقابل العام القادم بإذن الله ونجتمع جميعا في المؤتمر الثالث إن شاء الله رب العالمين. وهسيب الكلمة للأساتذة، وممثلا لجنة التحكيم نبدأ بالأستاذ الدكتور أحمد حسني رضوان، وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان. تفضل دكتور أحمد. في البداية شكرا دكتور أحمد، وشكرا فريق العمل المتميز، والحقيقة يعني خليني أهنئكم على هذه الروح الجميلة من الشغف ومن المجهود الكبير اللي حضراتكم جميعا بذلتوه وبتبذلوه، واللي أنا متأكد إن شاء الله المجهود دوت هيستمر. وفكرة طبعا استدامة المؤتمر في حد ذاته ده مؤشر كويس جدا جدا لنجاحه، وربنا بإذن الله يعني يوفقكم، لأنه دايما يتحول المؤتمر إلى يعني محفل علمي سنوي بيتكرر ويكبر، وعدد المشاركين سواء في اللجان العلمية أو في الباحثين أو الأبحاث أو حتى في المشاركين فيس تو فيس يزيد إن شاء الله السنة الجاية. الحقيقة أنا حابب أشكر كل الباحثين. أنا كان عندي فرصة أن أنا أشوف بعض الأبحاث مبارح في اليوم الأول للمؤتمر، وأن أنا أكون الشير بتاع السيشن بتاعة النهاردة لمجموعة برضو من الأبحاث المتميزة. الأبحاث فيها تنوع وفيها تميز وفيها جدية، والحقيقة الملفت للانتباه أن الأبحاث فيها مشاركة من عدة أجيال، مش من جيل واحد، سواء من الدكاترة أو الأساتذة أو حتى الأعضاء الهيئة المعاونة. ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا، أنه في أبحاث بتتعمل بشكل فرق، والفرق ديت في بينها وبين بعض تعاون علمي، ليس فقط مجرد تعاون في تدريس بعض المواد في المؤسسات التعليمية اللي هما بينتموا ليها. فدي طبعا واحدة من الحاجات المهمة جدا، ان احنا زي ما كنت بتكلم امبارح مع الزملاء على موضوع ان المؤتمر هو ليس فقط لعرض الابحاث او لان احنا نحصل على مستند يقول ان انا عرضت ورقة بحثية وخدت الشهادة بتاعتها، لا، المؤتمر هي فرصة للتعارف وفرصة للتعاون وفرصة للنقاش. ويعني اي كومنت او اي تعليق بيتقال على بحث او على فكرة معينة، الحقيقة هي بتبقى فرصة لان الناس تتعرف على فكر صاحب او اصحاب البحث دوت وتناقشوا فيه. وبالعكس ده انا كل ما بلاقي ان البحث دوت حصل عليه جدل وحصل عليه نقاش طويل، فده بيبقى بالنسبة لي مؤشر الى ان البحث ده له قيمة، خلت الناس تهتم بانها تناقشه وبانها تاخد وقت في انها يعني تطرح الافكار المختلفة للبحث ده. وده الحقيقة يعني حصل سواء امبارح في عدة الابحاث اللي شفناها او النهاردة في السيشن اللي انا كنت الشير بتاعها مع الزميلة العزيزة الدكتورة آية. النقطة الثانية هي انه يمكن انا كنت بتكلم على الموضوع ده في السيشن بتاعت النهاردة، هي مدى الاستفادة من هذا الكم الكبير والضخم جدا من المجهود، سواء المجهود دوت على مستوى اللوجيستكس والتنظيم الجيد جدا للمؤتمر او على مستوى الابحاث. ويعني انا اقتراحي الحقيقة ليس فقط الاكتفاء ب ان احنا ننشر الابحاث المميزه ديت اللي زي ما الدكتور احمد هارون قال حوالي 60 بحث ان احنا ننشرهم في مجلات او دوريات علميه محكمه فقط، لا، ده انا بشوف كمان يا دكتور احمد، ومعلش اسمح لي يعني ان انا ضع عليك المسؤوليه ديت وانا واثق ان انت قدها، انه ممكن ننتقي بعض من الابحاث ديت اللي ممكن تكون قابله للتنفيذ او قابله للتطوير او قابله لانها تحل مشكلات موجودة في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، سواء على مستوى المبنى او على مستوى العمران او على مستوى المدينة. لانه جزء كبير من المسؤولية بتاعتنا ليس فقط ان احنا نعمل ابحاث لمجرد الحصول على درجة علمية او على ترقية،
ولكن مسؤوليتنا هنا هي ازاي نقدم حلول للمشكلات الموجودة في المجتمع بتاعنا، ازاي نقدم حلول مبتكرة، ازاي نقدم حلول معتمدة على بحث علمي حقيقي وليس على تجربة وخطأ. فأنا يعني من هذا المنطلق بتمنى ان حضراتكم جميعا اللي عنده فرصة انه ياخد المخرجات والتوصيات بتاعت البحث بتاعه ويروح بيها للجهات المستفيدة ويطرق الأبواب ويقول لهم أنا وصلت للنتيجة الفلانية في الموضوع الفلاني، حتى لو لم تكلل هذه المجهودات بالنجاح أو بالتوفيق فالمحاولة في حد ذاتها هي نجاح كبير. في النهاية بشكركم مرة تانية جميعا على هذا المجهود وبحييكم عليه وبتمنى لكم إن شاء الله الاستمرار فيه ويزداد كل عام عن العام اللي قبليه ويكون فعلا محفل علمي نسعد جميعا بتواجدنا ومشاركتنا فيه. وإن شاء الله تمنياتي لحضراتكم جميعا بكل التوفيق، وشكرا جزيلا دكتور أحمد والزملاء الأعزاء الفريق المتميز. أشكرك أستاذنا الدكتور أحمد حسني، وأنا أحب أبلغ الباحثين برضو ده هنبعته باي ميل إن جميع الأبحاث إن شاء الله هتاخد فرصة نهاية الأسبوع لعمل أي موديفيكيشن قبل ما نبعت للإيديتورز بتوع الجورنال، وفرصة لو حد خد كومنتس يحاول يطور فيها، عشان يعني أنا نفسي سمعت تعليقات من أساتذة وحضور أثرت الأبحاث لها. ثم ننقل الكلمة للأستاذ الدكتور إبراهيم مبروك. دكتور إبراهيم معنا، عميد معهد القاهرة الأسبق. دكتور إبراهيم حضرتك سمعني؟ دكتور إبراهيم، طب لحين الاتصال تاني بدكتور إبراهيم، وهو عميد معهد القاهرة الأسبق ووكيل كلية هندسة الأزهر الأسبق وعضو اللجنة التحكيم. ضيفنا العزيز الدكتور فارس علي معنا. دكتور فارس، دكتور فارس حضرتك سمعني؟ والناس الظاهر إيه؟ تحت ال أعطي الكلمة للدكتور أحمد. نعم دكتور أحمد. دكتور فارس الأستاذ العزيز والزميل الراقي. نعم دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور فارس. أهلا وسهلا. أشكركم. أشكركم جميعا. بالعراق قبل ما مع حضرتك ممثلا لكل الأساتذة اللي من خارج مصر. تفضل حضرتك. أشكركم دكتور أحمد على التنظيم الرائع والمجهود اللي بذلتوه أنت فريق الجميل والرائع اللي معاك جميعهم، وأنا أشكركم جميعا جدا من العراق من الجامعات العراقية. وكان بودي أنه أشارك في هذا المؤتمر المتميز بس ما صارت فرصة أنه أشارك. أشكر الجميع وأشكر جميع الأساتذة والزملاء والباحثين اللي شاركوا في هذا المؤتمر المتميز اللي أتمنى له النجاح الدائم والدورات اللاحقة إن شاء الله. و أتمنى أنه يستمر هذا المؤتمر ويتطور، وعندي اقتراح أنه إذا صار إن شاء الله في الدورات القادمة أنه يكون السبونسر يعني من مجلات، يعني معلش أنه أقترح هذا الاقتراح، أنه يعني يكون مجلات تكون انترناشنال جورنال أو سكوبس، فعلا مجلات يعني اندكس ان سكوبس، يعني ممكن حتى المجلات المحلية الموجودة في السكوبس واللي عندها impact factor مثل الإسكندرية وعين شمس. يعني أقترح أيضا أنه تكون مشاركة في هذا المؤتمر بقوة. أشكر الجميع وأتمنى للمؤتمر النجاح وشكرا جزيلا. أذكرك دكتور فارس، هو في جورنال سكوبس إندكس موجود، المجلة المحلية هي نوت إندكسد، وممكن نعمل السنة الجاية عندك في العراق، ولا إيه رأيك جامعة صلاح الدين؟ والله إن شاء الله إن شاء الله عزمنا كلنا إن شاء الله. إن الشرف إن الشرف. تسلم تسلم. أخيرا كلمة الأستاذ الدكتور أحمد صالح رئيس قسم العمارة بجامعة قناة السويس. تفضل دكتور أحمد. أشكرك دكتور أحمد وأحييك وأحيي فريقك اللي شغالين واضح يعني بنشاط غير مسبوق في كيان المفروض ان هو اكاديمي تحول الى كيان بحثي. يعني انا شايف ان هو عمال من السنه اللي فاتت السنه دي بيعلي الرانك بتاعه جدا، ويعني انا شايف ان الطموح اللي موجود ده ان شاء الله يخليه
مكان بحثي قوي جدا في السنين اللي جايه. بشكر حضرتك طبعا على المجموعه اللي مع حضرتك، طبعا انا عارف منهم دكتوره آية الخودي اللي قاعده جنبك، بحييها طبعا، بحيي طبعا الفريق كله الصغير اللي معاك من اول المعيدين والمدرسين المساعدين اللي ما شاء الله يعني مش اكتفوا بالعمليه التنظيميه الناجحه ديت، لكن كمان بتقديم مجموعه من الابحاث القويه جدا. يعني انا بشكرهم كلهم، وبشكر اللجنه العلميه اللي تحتوي على اسماء مرموقه جدا، ويعني بصراحه مجهود رائع انك تعمل مؤتمر مدمج بهذا الشكل اون سايت واونلاين بالتنظيم ده و60 بحث طبعا، يعني ده مجهود يثمن ويعني بتشكر، لازم يعني نقدم لك الشكر عليه وعلى المجموعه اللي حضرتك قدرت انك انت تضمها في المؤتمر ده. الابحاث طبعا هايله جدا، بتناقش قضيه يعني كلنا بنتكلم عنها اليومين دول، ازاي هنتصور شكل المدن بتاعتنا، واحنا اوريدي في مدن بتبني دلوقتي، ازاي هنتصور شكلها في المستقبل. الابحاث اللي انا سمعتها او شفتها النهارده في السيشن اللي كانت معايا او شفتها في سيشنز تانية، واضح ان هي مش ابحاث نظريه زي ما احنا متعودين، لا، هي ابحاث طموحه جدا، بتقدم حلول واقعيه، بتناقش الواقع المصري بالمقارنه مع الواقع العالمي، بتتكلم بارقام، بتتكلم بامثله حقيقيه، بتتكلم بمشاريع اوريدي بتتنفذ دلوقتي نتيجه بعض هذه الابحاث، فطبعا يعني ده برضو بيثقل هذا المؤتمر. بحييك مره ثانيه واشكرك على دعوتي للمشاركه في المؤتمر. شرفتنا يا دكتور احمد، شرفتنا، شكرا جزيلا. قبل الختام، هل حد من المشاركين يحب يعلق قبل ما ناخد الصوره الجماعيه ونختم باذن الله؟ حد من الاساتذه، الزملاء، الطلاب؟ لو تعليق بسيط يا دكتور احمد بعد اذنك. الدكتور احمد مصطفى استاذ، السلام عليكم، مشارك في جامعه الملك سعود. اشكر فعلا القائمين على هذا المؤتمر، واثني على كلام الدكتور احمد والدكتور احمد رضوان والدكتور احمد صالح وكل من تكلموا بالشكر في الجهود المبذوله، ففعلا ظهرت جليه في اليومين اللي امس واليوم، يعني جهد الحقيقه جبار، اشكركم عليه. كان ليا بس الحقيقه تعليق بسيط قوي، الاعلان الاول للمؤتمر يكون في وسط العام الدراسي. الاعلان اللي جه الحقيقه جه في نهايه العام الدراسي عشان نخلي الطلبه يشاركوا بقوه، الحقيقه يكون الاعلان في وسط العام الدراسي، وبالتالي يقدر الاساتذه اذا كان في طلبه يعني عندهم حماس ان يبتدوا يشاركوا فعلا خلال فصل دراسي، يقدروا يطلعوا ان شاء الله حاجات كويسه. فدي بس الملاحظه البسيطه، توقيت الاعلان عن المؤتمر يكون له علاقه بالعام الدراسي يعني. شكرا جزيلا يا دكتور. مشكور دكتورنا الفاضل. والله لسه انا ودكتور احمد حسني امبارح بنتكلم، احنا عقبال ما بناخد الاجراءات والموافقات يعني دكتور احمد انا وهو لسه امس بنتكلم في الموضوع ده، يعني فهي يعني الديلي دايما بيبقى خارج عن ارادتنا. والله يا دكتور احمد احنا نتمنى، وان شاء الله اوعد حضرتك ان ربنا اعطانا القدره والقوه والعمر ان شاء الله ان الاعلان ينزل قريبا، يعني هنخليهم يريحوا المجموعه اللي ورايا دي اسبوع ونشغلهم تاني ان شاء الله رب العالمين. مشكورين، شكرا جزيلا. انا هستاذن حضراتكم ناخد صوره جماعيه بهذه المناسبه الطيبه، نجعلها ذكرى جميله لينا ان شاء الله جميعا. فاستاذن حضراتكم اللي يحب يفتح الكاميرا، والفريق والشباب هيفتحوا الكاميرات بتاعتهم اهو، وهما يعني في ناس ورا الكاميرا وناس قدام الكاميرا وحاجة راقية جدا، وهياخدوا السكرين شوتس كلها إن شاء الله. انت بيقولوا لي انت بغطي علينا يا دكتور، ماشي ما دي اخرتها. وطبعا في زملاء كتير، قسم العماره كله ما شارك، بس يعني المتبقين القسم يعني، لكن المجموعه كانت بتتساقط واحد ورا واحد، فايه دول اللي بقيوا عليهم ان شاء الله. انا هاخد صوره كمان،
احنا الفريق بياخد اكتر من صوره، وممكن حضراتكم برضو اللي عايز ياخد سكرين شوت يعني، واحنا هننزلها على البلاتفورمز المختلفه. اخيرا وليس اخرا، احب اشكر الشركاء الاكاديميين والرعاه، نشكر معهد القاهره العالي للهندسه وعلوم الحاسب وادارته، نشكر قسم العماره جامعه طنطا واداره الجامعه والكليه، نشكر مجموعه بيم العربيه على شراكتهم الدائمه يعني المتفانيه دائما، المهندس عمر سليم وفريقه، نشكر الزملاء في مجلة كلية الهندسة جامعة طنطا، نشكر جميع الأساتذة، جميع الأساتذة نشكرهم، ونشكر نعم بتفضل يا باشمهندس. طبعا اعذروا الأخطاء التقنية والمشاكل اللوجستية دي، وإحنا برضو كل سنة بنحاول نتعلم ونتخطاها، تمام. أشكركم جميعا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونتقابل على خير، وجميع الدوكمنتس هتوصل للباحثين واللجنة العلمية بالإيميل، ونرجو تواصل دائم، ووفقكم الله جميعا لما يحب ويرضى. أشكركم ونراكم على خير بإذن الله تعالى. السلام عليكم. شكرا دكتور أحمد، شكرا، شوفكم على خير جميعا إن شاء الله. جميل جميل.